ايش كثر كليت اليوم؟ ايش كثر كليتي اليوم؟ كم قطعت حلو؟ زين ما عليه ما عليه، اوكي اوكي شوف. قبل انا اقول وخر عن السكر، لا تاكل كربوهيدرات، لا 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 لا. بعدين قعدت افكر اقول شوف محمد، يعني الناس وين ما تروح تحصل الاكل هذا، مطاعم، فخلاص الا واحد مقتنع من داخله انه بيوخر على الامور هذه، ولكن موجوده بحياتنا. انزين شوف شنو تسوي؟ اذا كليت موالح اشرب ماي وايد، ما قلنا لك لا تاكل. اذا انت تبي تاكل هو غلط، بس انت تبي تاكل ما عليه، اشرب ماي وايد. ليش؟ اكثر المعجنات السكريات فيها املاح، الاملاح هذه شنو تسوي؟ تحبس الماي بجسمك. لما تحبس الماي بجسمك ضغطك يرتفع. زي شلون ضغطك يرتفع؟ انا اقول لك الحين في كميه سوائل زايده فالقلب، حرام شوف ها باك القلب راح يضطر يدز كميه السوائل هذه، فراح تلقى صعوبه بالتنفس عندك. ليش؟ لان القلب ياخذ دم من الرئه ويوزعه، فمن كثر ما قاعد يضخ دم ما يمدي ياخذ دم من الرئه، فهني يضيق عندك تنفس، عرفت؟ فزياده وزائد ضغطك يرتفع لان القلب قاعد يضخ. فشنو تسوي هني؟ تكفى اشرب عصير الكرفس او اشرب ماي وايد. اشرب ماي وايد عشان تكسر الاملاح، لان في بوتاسيوم، الكرفس فيه بوتاسيوم، الخضروات فيها بوتاسيوم، تطرد تكسر الاملاح، بعدها الماء يطلع، ضغطك يعتدل، حتى بشرتك تصير زينه، وايد اشياء. فليش ذكرت الموضوع؟ لان في شهر رمضان كله موالح، كل البشاميل، ومفلان سوت، وام فلان سوت، فلانه سوت، فكله ملح ملح ملح، واذا مو ملح سكر. عرفت شلون يا جماعه؟ كثر ما تقدر. انا اتمنى تشرب عصير الكرفس اللي سويت عنه حلقات. كرفس عودين قطعهم شي صغار وقطهم بالخلاط واحد قبل النوم، زاد الكرفس يساعدك على النوم ويرطب للبشرة، ومفيد حق الامعاء، مفيد مفيد بشكل عام يا جماعة اللي هو الكرفس. وطبيعي انك انت تنترس شوي.